اهلا بيكم يا اصحابي في حلقه جديده من الف ب عقيده. بنرحب بيك يا سيدنا معانا في حلقتنا النهارده. اهلا وسهلا. اهلا بيكم يا اصحابي معانا الفلسطيني. احنا كلنا لما بنطلع رحله مع اصحابنا وبننبسط ونتفسح ونروح الجنينه ونلعب مع بعض بنكون مبسوطين جدا، لكن كمان بنرجع متبهدلين، مش زي لما خرجنا الاول الصبح نضاف وحلوين وبلبسنا، بنرجع متبهدلين وهدومنا مش نظيفه وعرقانين وتعبانين، لكن اول ما بندخل وناخد دش بنرجع تاني نضاف وحلوين زي ما نزلنا الصبح. هو ده يا اصحابي اللي بتعملوا فينا الخطيه، بتبهدلنا بعد لما كنا بعد المعموديه رجعنا اولاد حلوين جدا واولاد ربنا بابا يسوع. لكن التوبه والاعتراف هي عامله زي بالظبط لما بندخل ناخد دش، بنقعد كذا مره كذا مره، احنا ما بناخدش دش مره واحده، احنا كل يوم بناخد، كل ما بنتبهدل بندخل نستحمى عشان نطلع حلوين. هو ده بالظبط اللي بتعمله معانا التوبه والاعتراف، المعموديه بتكون مره واحده بس، لكن التوبه والاعتراف هي اللي كل مره بنكررها عشان نرجع تاني ولاد حلوين وولاد ربنا بابا يسوع. النهارده هنتكلم عن التوبه والاعتراف، تعالوا نبتدي حلقتنا ونبتدي نسمع اول سؤال من اصحابنا. مين هيحب يقول اول سؤال؟ يلا مارك. ينفع اعترف لبابا يسوع بحاجه وحشه انا عملتها من غير ما اعترف لاب كاهن؟ هو عايز يعرف ينفع يعترف من غير ما يروح لابونا، يعني يقول بابا يسوع بس انا غلطت بكذا من غير ما يروح لابونا؟ لازم نعتذر لبابا يسوع، يعني لما نغلط لازم نعتذر في ساعتها. لازم نقول له يا رب سامحنا في ساعتها، ما نستناش لما نروح لابونا عشان نعتذر. ولازم قبل ما نروح لابونا نعترف نفكر ايه الحاجات الغلط اللي عملناها عشان نعترف بيها. فالواحد بيحاسب نفسه كل يوم وقبل الاعتراف، وبيحاسب نفسه حتى في وقت ما بيعمل الحاجة، يعني لو حس انه عمل حاجة غلط بيحاول ان هو يقول له سامحني يا رب، ولو الحاجة الغلط دي ممكن يلحق يصلحها بسرعة كمان. لكن كل ده كويس، لكن حكاية ان مين هيصلي له التحليل، مين هيصلي له، مين هيصلي له التحليل؟ هو ندمان بيعترف وابونا هيصلي على راسه التحليل الحل، يعني عشان نثبت ان الحكاية دي مهمة نشوف بعض حاجات مكتوبة في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد. في العهد القديم لما كان واحد بيعمل خطية كان بيروح الهيكل في أورشليم وياخد معاه ذبيحة زي خروف مثلا، ويحط ايده كده على راس الخروف قدام الكاهن اللي احنا بنقول عليه ابونا دلوقتي، يعني ويعترف قدام ابونا يقول انا عملت كذا 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 وزعلت ربنا. فكان حسب العهد القديم الخروف ده بيرمز لحمل الله اللي هو الحقيقي اللي هو السيد المسيح الذي يرفع خطيئة العالم. فبياخد الكاهن الخروف ده بيقدمه ذبيحة قدام ربنا عشان تتغفر الخطية بتاعته، بس هي ده رمز لذبيحة الصليب، يعني المسيح اتصلب علشان يغفر خطايانا. احنا بقى اللي يهمنا في الموضوع ده انه قبل ما يذبح الذبيحة دي الخروف ده بيحط ايده على راسه وبيعترف قدام الكاهن اللي هيقدم ايه الذبيحة. طيب يبقى معناها فكرة الاعتراف موجودة من قبل ما يجي السيد المسيح، من في شريعة موسى النبي في التوراة، وكانوا بيعملوا كده عشان يمرنوا الناس ان هم يعترفوا قدام ابونا قدام الكاهن قصدي. بعد كده جه يوحنا المعمدان قبل المسيح بست اشهر يعمل الخدمة بتاعته، هو
يعني كان سنه 30 سنة ابتدى خدمته يوحنا المعمدان، والمسيح كان لسه سنه 30 سنة إلا 6 أشهر تقريبا. فالمسيح لسه ما كانش ابتدى يخدم. ابتدى خدمته السيد المسيح لما راح ليوحنا عند نهر الأردن وتعمد في المية. فالإنجيل بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الناس اللي كانت بتيجي تتعمد مع معمودية التوبة كانوا بيجوا يعترفوا ليوحنا المعمدان مقرين ومخبرين بأفعالهم، أو اعترفوا بأفعالهم وتعمدوا رجالا ونساء. فكان بيعترف قدام يوحنا ويوحنا يغطسوا في المية بس مرة واحدة، لأن احنا المعمودية بتاعتنا 3 غطسات على اسم الآب والابن والروح القدس، لكن يوحنا المعمدان كان لسه بيعمد بس معمودية مية بس، مش معمودية المية والروح القدس. بعد كده بقى لما ابتدى المسيح خدمته قال للرسل عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس للشعب، يعني اللي هيأمنوا. لما آمن الأموات بابا يسوع كانوا التلاميذ قاعدين كده خايفين وقافلين الأبواب على نفسهم، خايفين من اليهود، وكان المسيح اتصلب ولسه ما ظهر لهمش بعد قيامته. فدخل كانوا قافلين الأبواب بالترابيس كل الأبواب والشبابيك، فبصوا لقوا يسوع واقف في وسطيهم، دخل من الحيطة بس مستغربين خالص، وقالوا ايه هو ده؟ خيال؟ خيال اللي ظهر لنا ده؟ فقال لهم لا ما تخافوش، سلام لكم، تعالوا جسوني كده، امسكوني كده عشان تعرفوا ان انا حقيقي مش خيال يعني. وبصوا كده شوفوا مطرح المسمار هنا وهنا، وكشف لهم جنبه كده شوية، قال لهم شوفوا هنا مطرح الحربة اللي دخلت في صدري وانا على الصليب اهو، وجسوني يشوفوا ان انا مش خيال ولا حاجة. فابتدوا يفرحوا بقى، حسوا ان يسوع قام فعلا من القبر يعني. لكن في حاجة مهمة خالص عملها، هو اخوك اسمه ايه يا مارك؟ يوسف. بص يا يوسف بقى، في حاجة مهمة قوي عملها يا بابا يسوع، نفخ كده تراب. ايه؟ لا مش في تراب. هو يسوع ينفخ تراب برضه؟ هيجيب التراب منين؟ نفخ في الهواء، نفخ في وشهم يعني. ها؟ ليه يا سيدنا عمل كده؟ تيجي يا ماركة اوري لك نفخ ازاي؟ تعالى كده، ما تخافش. تعالى يا حبيبي. كده يعني. مش جامد قوي يعني كده. كده يعني. هما كانوا ساعتها 10، لأن يهوذا كان خان المسيح وسلمه وانتحر، وتوما ما كانش حاضر يوميها، حضر الحد اللي بعديه، فكانوا 10 من ال 12. فنفخ في وشهم. طب ايه بقى نفخ ليه؟ ما لازم نعرف نفخ ليه. قال لهم اقبلوا روحا قدسا، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، ومن امسكتموه عليهم سكت. يعني ايه؟ يعني بيقول لهم انتوا هتاخدوا موهبه من الروح القدس، النفخه دي تاخدوا يا مارك، تاخدوا موهبه الكهنوت. الحقيقه رئاسه الكهنوت، لان دول الرسل الكبار اللي بعد كده عملوا اساقفه وهتاخدوا كمان سلطان مغفرة الخطايا. فمين بقى اللي هيقول؟ طب ما بابا يسوع بعد 40 يوم من الحكاية دي ايه؟ ايوه قول انت، ادي لها المايك يا مارك عشان تقول. ادي مارك. بعد 40 يوم صعد للسماء. برافو. انت اسمك ايه؟ مريم. مريم، برافو يا مارك. برافو يا مارك. صعد للسماء. طيب هو قال لهم اللي
اللي هتغفره خطاياه هتتغفر له، لأن بابا يسوع كان هو اللي بيقوله الناس وهو على الأرض بتيجي الست اللي كانت مش كويسة يعني، وجات غسلت رجليه بدموعها وقبلت قدميه وهو متكئ كده على الميدة الواطية كده ورجليه الورفة، قعدت تقبل رجليه تمسحهم تغسلهم بدموعها تمسحهم بشعر راسها تدهنهم بالطيب. أكيد سمعتوا عن قصة الست دي مش كده؟ طيب، طب بابا يسوع راح السماء هو قال لها قال أحبت كثيرا فغفرت لها خطايا كثيرة، يعني قال لها أن خطاياك اتغفرت. طب بابا يسوع راح السماء هتجيبه منين بقى عشان تقعد تغسل رجليه بدموعها ولا تقبل قدميه؟ فهو عشان راح السماء قال للرسل قبل ما يطلع للسماء انتوا بقى تعملوا زي ما انا كنت بعمل، لما حد يجي يعترف بخطيته انتوا تصلوا على راسه فياخد المغفرة بس يكون ندمان. يبقى ايه فكرة ان الواحد ما ينفعش يعترف بس البابا يسوع؟ لانه المسيح اعتبر ان دول الرسل دول هيكملوا الخدمة بتاعته على الأرض، قال لهم روحوا بشروا بالمسيحية في العالم، روحوا عمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس. فمين اللي بيعمد؟ بابا يسوع بينزل من السماء وبيعمد أخوك الصغير ولا إيه؟ مين اللي بيعمد؟ قولي لي كده. الكاهن هو اللي بيعمد. الكاهن هو اللي بيعمد، زي ما هو اللي بيعمد يبقى هو كمان اللي إيه اللي هيصلي الحل ويدي التحليل للي بيعترف. بس طبعا ده بإذن من بابا يسوع، هو اللي قال لهم، هو اللي نفخ في وشهم، ومش نفخة يعني بهزار كده، لا ده نفخة منه هو، وهو هو ربنا. فلما نفخ النفخة دي قال لهم ده سلطان الروح القدس، الروح القدس هو اللي بيعطي الحل للإنسان اللي ندمان وجاي يعترف. وهم يا سيدنا بعد كده عملوا نفس الحكاية مع الكهنة اللي رسموهم بعد كده. طبعا هم رسموا أسقفة، مش أسقفة وبس، وبطاركة زي البابا تودروس والبابا شنودة والبابا كرولوس، رسموا بطاركة ورسموا أسقفة اللي بيلبسوا العمة اللي زي دي كده يعني، دول هم الأسقفة والمطرنة، ورسموا كمان أسس كهنة بقى اللي هم الكهنة. فأبونا اللي في الكنيسة عنده إذن بعد ما بقى قسيس إن هو ياخد اعترافات. طيب مين هيسأل تاني سؤال بقى؟ منها؟ طيب اسمي ميرنا، هو لازم اللي يروح يعترف عند أبونا يكون ندمان على الخطية اللي عملها ولا كفاية إن هو يحكي لأبونا بس؟ ده سؤال مهم. هو لو راح يحكي مع ابونا دردشة كده يعني يبقى معناها ان ده ما اسمه سر التوبة والاعتراف، هو اسمه كده التوبة، يعني التوبة يعني ندمان مش كده؟ مهتاب يعني ان انا عملت كده ندمان. فسر التوبة والاعتراف، اديلها المايك شوية عشان هي بتتناقش معايا. سر التوبة والاعتراف يبقى معناها ندمان ولا مش ندمان يا ميرنا؟ معناها ندمان. طيب يبقى لو الواحد مش ندمان يبقى الاعتراف بتاعه زي قلته، يعني واحد رايح يقول لابونا انا شتمت زميلي في المدرسه، يقول له طيب ولما هتروح المدرسه تاني هتعمل ايه؟ يقول له هشتمه تاني، ابونا مش هيصلي له التحليل. هو كده مش لان هو كده ما تبشي. ما ندمان، مش ندمان. مفيش ندم لان انا هعمل نفس الخطيه تاني. فمعنى ان الواحد يبقى
بيعترف معناها انه حاسس انه غلطان وندمان على الخطية ومش ناوي يعملها تاني، وبيطلب معونة من ربنا عشان ما يرجع لهاش. وساعة الاعتراف يبقى معناها كأنه كده بيوعد ربنا انه مش هيعمل كده تاني ابدا. بيبقى كمان قرفان من نفسه، متضايق من نفسه ان هو زعلان انه عمل كده، زعلان انه عملت كده، ازاي انا عملت كده، ما يصحش. صح. وعايز ربنا ينسى الخطيه دي، عشان في يوم الدينونه في اليوم الاخير لما هيجي السيد المسيح كل واحد عنده خطايا ما اتغفرتش هتعلن، هتتحكي، هيشتغل فيلم فيديو كده. انا بتكلم جد، كل الناس هتعرف. فيديو ولا ربنا هو اللي هيحكيها؟ لا، مش مجرد كلام، ده هتطلع بالصوت والصورة. طب ابراهيم لما المسيح قال ابراهيم ابوكم اشتهى ان يرى يومي فرأوا فرح، يعني اشتهى يشوف صلب المسيح وقيامته، مش يراني، يرى يومي اللي هو يوم الفداء يعني. فشاف وهو جاي يقدم ابنه اسحاق، وبعدين ربنا قال له لا، خد الخروف ده بدل ابنك. فهو بيذبح الخروف، بس لقى السماء قدامه بقى فيها منظر، السماء بقت شاشة، من غير شاشة زي بتاعة التلفزيون، من غير بروجيكتور، من غير أي حاجة. من غير شاشة ولا بروجيكتور ولا كمبيوتر ولا بروجيكتور ولا دش ولا حاجة خالص، ده رؤية منظر. فشاف بقى المسيح وهو ما بيصمروه واتصلب واتدفن، بس بسرعة بقى، ما يقعدش 3 أيام يعني. وبعدين قام من الأموات. كل الأحداث الفداء يعني، مناظر الفداء دي شافها. اشتهى أن يرى يومي فرأى، فكان نفسه يعرف الفداء هيتم إزاي. يوم الدينونة بقى لما هيجي بابا يسوع تاني عشان ياخد الأولاد الحلوين يوديهم السماء يعني في ملكوت السماوات، أولاد وبنات يعني، أقصد كل الناس الحلوين. فلما هيجي اللي مش اللي ما ندمش على خطيته وما تابش وما اعترفش هيقول له اتفضل شوف بقى انت كنت بتعمل ايه، وفيلم بقى واتفرجوا يا ناس. انا اثبت لكم الكلام ده، السيد المسيح قال كل ما تقولونه في المخادع في الاذن سينادى به على السطوح. كل الكلام الوحش اللي قلتوه في اوضه النوم هيتعلن على السطح كده، يعني كل الناس تعرف. وليس خفي الا وسيظهر، سيظهر يعني هيبان، يعني كل الناس هتعرفه. لا، هيظهر يعني هيبان، يبقى بالصوره كمان، يعني واحد يعني هيبقى الكلام والصوره اللي يعني حصل يعني الوقت واحد والكلام. واحد مجرم كده حط سم في الشاي لواحد تاني، والتاني راجل طيب وما خدش باله وشرب الشاي فمات، محدش عارف الراجل ده مات ازاي او مين اللي موته. هيجي اللقطه بقى، وده داخل وبيحط السم وبيخبي بسرعه الكيس اللي كان فيه السم، ويقول له انت وحشتني خالص وانت مش عارف ايه وانا عايز اشوفك من زمان، وبعدين ايه بعد اذنك بقى عشان ورايا مشوار. وبعد كده الراجل مات، كل ده هيطلع بقى على الشاشة. فاللي بيعمل حاجة دلوقتي يلحق يمسح الفيلم، مش ساعات انتوا بتصوروا بالموبايل حاجات وساعات تقولوا لا دي ما طلعتش حلوة بتمسحوها. فاللي بيعترف بخطيته وندمان وبيصلي له ابونا التحليل بتتمسح،
أنا هو الماحي ذنوبك لأجل اسمي وخطاياك لا أذكرها. ربنا بيقول كده. أنا بمسحها. طبعا أنتوا شاطرين في الحاجات دي، بتعرفوا تمسحوا حاجات من على الكمبيوتر وعلى الموبايل. دلوقتي الأطفال الصغيرين بيعرفوا في الحاجات ده أكتر من الكبار. فيبقى لازم الواحد يكون ندمان، وإلا الخطية مش هتتغفر. طب إيه الفايدة إن واحد يجي يقول لي لابونا أنا سرقت القلم بتاع زميلي اللي في الفصل، وبعدين يقول له طب أنت عملت إيه بعد كده؟ هيقول له ما عملتش حاجة، وبعدين لو هو ندمان هيرجع القلم، لو مش ندمان مش هيرجع القلم. شاطرة. هنبقى نشوف الموضوع ده بعد شوية. طيب نستأذنك يا سيدنا نطلع فاصل. اتفضل. تعالوا يا أصحابي نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل نسمع باقي أسئلة أصحابنا عن التوبة والاعتراف. مين هيحب يسأل سؤال تاني؟ يلا اتفضل. أنا اسمي يوسف، وأنا لو زعلت حد من صحابي ورحت أعترف لأبونا ربنا هيسامحني ولا لازم أصالح صاحبي الأول؟ اتفضل يا يوسف. ما هو ده بقى الحتة اللي احنا وقفنا عندها، مرنا بتقول مع مرنا. لو سرقت، لا مش انت يعني، لو واحد سرق القلم بتاع زميله في المدرسة وما معرفش هو مين اللي سرقه ورايح يعترف، هيقول له طب رجعت القلم؟ هيقول له لا ما رجعتهولوش. يقول له طب يعني انت ناوي ترجعه ولا ايه؟ هيقول له لا. هيقول له لا. هيقول له لا خلاص، يبقى انت مش ندمان. لو برضه زعل صاحبه، المسيح قال اذا رحت تقدم قربانك على المذبح وتذكرت ان لاخيك شيء عليك اذهب اصطلح اولا مع اخيك ثم تعالى وقدم قربانك. فانت متخاصم مع زميلك او مع اخوك وما اصطلحتش، هتروح ازاي تتناول؟ والاول بتعترف، لما تروح تعترف هيقول لك اصطلحت، هتقول له لا. لكن لو قلت له ان حاولت اصطلح معاه وهو ما رضاش يبقى خلاص، يعني عملت اللي عليا. حاولت اصطلح وهو اللي مش راضي، حاولت اعتذر له مش راضي يقبل الاعتذار، طب هعمل ايه؟ خلاص. فابونا بقى بيتفاهم مع الواحد، بيشوفه ندمان صحيح، وكمان بيحاول يصلح الغلطه. بيعمل كده بس. فلازم يعني زكى لما تاب والمسيح دخل بيته قال يا رب ها انا اعطي نصف اموالي للمساكين، للغلابه يعني، وان كنت قد ظلمت احد ارد له اربعه اضعاف. يعني اللي ظلمته في 1000 جنيه هديله 4000، اللي ظلمته في 100 جنيه هديله 400. ما هو كان رئيس للعشرين، فحاجة عجيبة جدا ده، ما فيش بنك بيدي 4 أضعاف أبدا. يعني واحد حط فلوسه في البنك، البنك ممكن يديله ريع كده مثلا 10% في السنة، يعني 100 تبقى 110، ولكنها تبقى 400 ازاي دي يعني.
فاللي حاصل ان زكا فعلا فعلا كان ندمان، والمسيح قال اليوم حصل خلاص لاهل هذا البيت. يعني مش بس اقول ان انا غلطت، لازم اصلح الغلطه اللي انا عملتها. حكولنا قصه الاباء، حكولنا قصه قديمه شويه يمكن اللي حكاها لنا مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث. هو طبعا البابا شنودة يعني مولود سنة 1923، شوف بقى في القرن اللي فات من سنة 23، يعني سنة 2023 هيبقى يفات 100 سنة يعني. المهم فبيقول ايه، بيقول واحد راح يعترف عند القسيس، كان قسيس كبير شوية، فحد كان جاب له ساعة هدية من النوع اللي بيتحط في الجيب هنا مش تتلبس هنا، وليها سلسلة كده بتتشبك في الزر بتاع الجلابية، سلسلة بس هو كمنه كان بيحب أبونا ده قوي، فراح جابها له ذهب. فأبونا قال أهو هدية وتذكار، لكن لو لقيت حد فقير هيموت من الجوع ولا محتاج عملية ممكن أبيعها وأديله تمن. فقال واحد يعترف قاعد جنبه كده شاب يعني، فأبونا حط إيده على كتفه عشان يعني يطمنه وهو بيعترف كده وطبطب عليه، فقال له يا ابونا انا عملت كذا وكذا وكذا، وبعدين قال له يا ابونا انا سرقت. ابونا قال له طيب يا ابني ربنا يسامحك وربنا يحلك، وركع قدام ابونا وصلى له الحل وخد بعضه ومشي. بيبص في الساعه لقى الساعه مش موجوده، ده. وبعدين قبل ما الشاب ده يجي كان هو بص في الساعة قبلها على طول كانت موجودة، فراح للمطران أو الأسقف، يعني كان زمان أغلب الأسقفة مطران، راح يقول له يا سيدنا حصل لي مصيبة. قال له إيه؟ إيه يا أبونا في إيه؟ قال له حصل كذا كذا كذا، حكى له القصة. عارف قال له إيه؟ قال له تستاهل. تستاهل ليه بقى؟ قال له عشان انت صليت له الحل وما سألتوش الحاجة اللي انت سرقتها رجعتها ولا لا، فهو خد منك الساعة وانت اديته الحل، اخد الاثنين يعني. لكن لو قلت له مش هصلي لك الحل الا لو رجعت السرقة كان هيرجع لك الساعة بتاعتك، عشان ده يبقى درس ليك بعد كده ما تديش حل لحد الا لما يصلح اموره. فهمتوا المثل ده؟ بس ده مش مثل، دي قصة حكوها لنا على انها حصلت قبل كده. بس فأظن دي يعني واضحة خالص. هي كانت قصة حقيقية؟ متهيألي هي قصة حقيقية. ده معناه ان لازم ما اعمل غلطة او خطية لازم احاول ان انا اصلحها، مش كفاية بس ان انا اروح واقول لابونا كده. اه بالظبط. طيب مين تاني هيسأل سؤال؟ اسألي، قولي اسمك ايه واسألي السؤال. انا اسمي مدن. اوكي مدن قولي يلا. هو احنا المفروض نعترف واحنا عندنا كام سنة؟ حاضري مدن سيدنا هيقولك، هي عايز تعرف واحنا كام سنة ممكن نروح نعترف. ما هو اسمها يشبه اسمك مدن ومرتين. هو السؤال ده سؤال صعب شوي، لكن هنحاول ان احنا نجاوب على قد ما نقدر يعني. الواحد يبتدي يعترف لما يبتدي يفهم يعني ايه ان هو يقول باردون، متأسف، سوري. يعني يبتدي يعني ماما في البيت وبابا بيعلموه تقول سامحني يا رب، أنا آسف يا بابا، لما يعمل حاجة غلط سامحيني يا ماما. لكن لو كان لسه ما بيعرفش يتكلم أصلا هيعترف إزاي؟ أيوه صح. ها؟ بيعيط ويطبطبوا عليه. يعني لما يبتدي يفهم هو إن الحاجة دي غلط والحاجة دي صح. أولا يبقى يقدر يتكلم،
بس لو هو كبر وما ما وفضل ما بيتكلمش، لا في ابونا مخصوص للي ما بيتكلموش وما بيسمعوش، بيعملوا بالاشاره كده يعني، في لغه بالاشاره يعملوا حاجات وكده وبتاع يفهموا بعض. وحتى احنا اللي نعرف نتكلم ساعات بنستعمل اشارات تتفهم يعني، ممكن لو واحد قال للواحد عمل له كده، دي معناها بيقول له جميلك على راسي يعني، انا عارف انك انت عملت لي خدمه كويسه، انا متشكر. ما يعمل كده. ايوه. ها، ولما يعمل لواحد كده يعني اصبر شويه، اصبر شويه. ها، في اشارات مفهومه. انا مش عايز اقول على الاشارات التانية اللي بيعملوها لاولاد الشقاي. لحسن في اشاره مش عملتلنا يعني كده، لحسن تتعلموها وتعملوها يعني. ولو ان احنا اللي احنا اللي بنتعلم دلوقتي من الصغيرين. لا، هم دول الملائكه حلوين، ما بيعملوش حاجات وحشه. طيب يا سيدنا، يعني معنى كده ان هو اول ما الطفل يبتدي يتكلم ويبقى عارف يميز صح وغلط، يقدر ان هو المفروض انه يروح يعترف. المفروض اهله يعلموه ان هو يروح لابونا ويقول له يا ابونا انا زعلت ماما، انا لعبت في الكبريت وكنت هولع الدنيا، انا حاجات وحشه يعني. انا كذبت على بابا وبابا زعل مني لما لقاني كذبت، وقلت له سامحني يا بابا. يعني ايه؟ يبتدي يحس الفرق بين الصح والغلط، ويقدر يعرف يعني ايه يعترف، يعني ايه يعتذر، يعني ايه عايز يقول له خلي بابا يسوع يسامحني كده يعني. ف الحكايه دي دلوقتي ممكن تبتدي من بدري. الاولاد دلوقتي بيفهموا ساعات بعض حاجات اكتر من الكبار، بيبقوا شاطرين. نشكرك يا سيدنا خالص، نشكرك على حلقتنا. اصحابي، احنا النهارده اتكلمنا وعرفنا حاجات كتير عن التوبه والاعتراف. التوبه مش هي اني ما اعملش غلط، بس هي لما اغلط اندم واصلح اللي انا غلطت فيه ده، واطلب من ربنا انه يسامحني ويساعدني اني ما اعملش كده تاني. استنونا نكمل كلامنا في حلقة جديدة من ألف باء عقيد. بنت جميلة حلوة وكل ما فيها دايما أحلى، لما بنسمع لما بنقرا كلام جواها فرحنا. عالوا بينا نقول سؤالات ونشوف إجابتها، خطوة خطوة نزيد حكايات نفهم عقيدتنا. ألف باء بداية.